secteur privé, parce que vous le savez, l'unité privée pour l'entrepreneuriat et l'employabilité jeune, je pense aussi c'est une opportunité au secteur privé. Pour que nous puissions ensemble dégager cette énergie. بالنسبة للندوة الدولية الثانية للمجتمع المدني الإفريقي، هذه الندوة اللي راح تناول موضوع حساس وهو الهجرة الغير شرعية. نتناول الهجرة ككل، ما أسبابها وتطورها، ولكن بالخصوص هي هذه الهجرة الغير شرعية التي أخذت أبعاد كبيرة جدا. ولهذا هذه الندوة تتناول جانب اقتصادي، جانب تنمية في إفريقيا. لذا وجدنا الحلول الاقتصادية، نظن حلينا جزء من هذه المعضلة اللي عيشها الشعوب الإفريقية. الجزائرية توجور إتي بريزان أو مومان هيستوريك. أعتقد أن الجزائر قد سجلت حضورها تاريخيا في الأوقات التي كانت إفريقيا بحاجة لها، وقد شاركت تجاربها من قبل، ولا زالت تستطيع مشاركة المزيد من تجاربها الاجتماعية والاقتصادية من أجل القارة.